خلينا نعزل الأمور شوي عن بعضها لكي تكتمل الصورة من كل جوانبها. أولا بالنسبة لإنهاء الانقسام هو ضرورة سواء في صفقة قرن أو ما فيش صفقة قرن، يعني واضح تماما أن الوضع الفلسطيني باستمرار الانقسام لن يصل إلى أي نتيجة في أي اتجاه، سواء المقاتل لن يصل إلى نتيجة والمفاوض لن يصل إلى نتيجة. هذه مسألة بديهية، ولكن لا نبالغ في تأثير استعادة الوحدة على إحباط صفقة القرن. أعتقد أن الأمور بعيدة إلى حد ما. في تقديري أيضا أن الجانب الفلسطيني كثير لازم أفهم عليه منك مسؤوليات عمر كبيرة هذه في بناء يعني الذات، أن هذه الوحدة الفلسطينية ستكون غير كافية برأيك؟ بالتأكيد لا، مش ليس غير كافية. أولا المسيرة نحو هذه الوحدة واكتمالها بمعنى أن نعود كما كنا قبل الانقسام، هذه قد تستغرق وقت طويل. في هذه الأثناء يكون الإسرائيليين والأمريكان رتبوا أوضاع كثيرة على الأرض. لذلك أنا بقول أيضا هنالك شيء إضافي في مواجهة هذا، يجب أن يكون هنالك استعادة لمؤسسات الشعب الفلسطيني التي أهدرت خلال الفترة السابقة. منظمة التحرير ليست هي منظمة التحرير التي تعرفونها، السلطة الوطنية الفلسطينية، علاقاتها الداخلية، الحياة الديمقراطية الفلسطينية، الحياة المؤسساتية. ما الذي يمنع دكتور نبيل عمر؟ يعني نحن لسنا بهذه المناسبة، لسنا بهذه المناسبة نتحدث عن استعادة المؤسسات. من سنوات ونحن نقول العودة إلى منظمة التحرير، وهناك شيء يمنع. ما الذي يمنع ذلك؟ وهل هذه الموانع أزيلت حاليا؟ بالإمكان العودة إلى منظمة التحرير إلى داخل وخارج، إلى 48، إلى 67، وإلى شتات. لو بس تسمح لي تخليني اكمل جملتي. تفضل. من غير هالمقاطعه مش عارف احكي انا. تفضل تفضل يعني. تفضل دكتور نبيل، بكون في نص الحكي بسمع صوتك. اي يعني هدي لي شوي، يعني خليني اكمل الفكره اللي بحكي. تفضل تفضل. بس اللي سالتني يا كنت بحكي فيه. تفضل. انا بقول انه في اشياء كثير يجب ان تعمل فلسطينيا، ليس فقط من اجل صفقه القرن، من اجل بقاء الحركه الوطنيه الفلسطينيه على قيد الحياه. القصة مع إسرائيل مطولة، لا صفقة القرن بتحلها كما لم تحلها في السابق أوسلو. القصة مع إسرائيل طويلة للغاية، إذن يجب أن يروض الفلسطينيون أنفسهم لصمود طويل الأمد، لصراع طويل الأمد. هذا لا يكون بالوسائل القائمة الآن. الوسائل القائمة الآن بلد فيها حالة من فوضى القرارات، فيها ابتعاد عن المؤسسات، مجلس تشريعي تم حله دون الحديث عن بديله، سلطة بلا رقابة على كل أنشطتها، هي تراقب نفسها بنفسها، وهذا غير صحيح. الموقف السياسي أصلا كما لاحظنا هو رد فعل في الغالب، ولا يوجد مؤسسة تناقش الوضع السياسي لتصدر موقف يعني يحترم العالم كموقف صادر عن مؤسسة. هذا كل وضع يجب أن يتم تثبيته من الآن. صفقة القرن التي عرضت هي نوع من التفاهم الأمريكي الإسرائيلي، والذي اكتمل بتفاهم إسرائيلي إسرائيلي، بمعنى أن الإسرائيليين سيأخذون هذه الصفقة ويطبقوا ما يحلو لهم منها، وبالباقي للفلسطينيين خذ اللي أنت عايزه. إذن أنت روض نفسك لبقاء طويل الأمد في الصراع. التسوية ذهبت، ما عادت ممكنة على الإطلاق، مع أن المزاج الفلسطيني تشكل على التسوية. إن تقدمت فهو بخير، وإن تراجعت فهو يائس. الآن يجب أن يتغير هذا، يجب أن يعاد بناء المؤسسات والبنية التحتية لصمود فلسطيني طويل الأمد. أنت تتحدث عن شعب يعد بالملايين على أرضه، وهذه الثروة يجب عدم إهدارها بالأخطاء وبالارتجال وبعدم العودة إلى طبعا هذا موضوع.